اوصف لنا علاقتك بالصحيان بدري. هل هي علاقه عكسيه ام علاقه طرديه ام علاقه ايه بالظبط؟ ام علاقه قليله الادب؟ هي اوسخ علاقه ممكن تقابلها في حياتك. بصحى كل يوم الساعه 7 الصبح بجد والله. بظبط المنبه زي الفل. بظبط المنبه الساعه 6 والساعه 6 ونص والساعه 7 والساعه 7 وربع وبعدين بصحى الساعه 9. ايه الحاجه اللي ممكن تخليك تصحى الصبح بدري؟ الاكل. ممكن لو البنت رنت عليا ارد عليها اشوف عايزه ايه بتاع يعني. ليه زي ما برن عليها وبترد عليها لازم اقدرها، لما ترن عليها في اي وقت ارد عليها. يا محن ان انا اصحى بدري، ان يبقى عندي مشوار مثلا، حاجه مهمه، محاضره الساعه 8. المشكله دي حلو قوي. الجامعه بس ليه بقى المحاضره بتاعت 8 الصبح؟ ولا حاجه تهمني او حاجه هتنفعني، اكيد هصحى بدري يعني. محاضرة 8 صح مش هتنفعك؟ لا بصراحة لا، أصل مش شايفها فيها فايدة يعني. عايزك بقى توريني الحاجة ربنا يديها الصحة بتصحيك ازاي، تمام؟ وأنت عندك مشوار ومتأخر عليه. في إهانات وفي ضرب بيحصل، مثلي دور الحاجة وهي بتهزقك من الآخر. يا بتمسك مثلا البخاخة. الكاميرا كده؟ بتمسك مثلا البخاخة. تقعد تبخ عليها كده بقى الدنيا تلج طبعًا، أنت مش هتطيق نفسك لو الدنيا ساعة وبتاع وترش عليك مية ساعة. فهتقدر ترش عليك وانت ذات نفسك مش واعيك، انت فاهم؟ الدنيا بتنطر بقى عليك. مثلا على الساعة 7 كده تيجي مثلا الساعة 6. اصحى يا محمود الساعة 7 ونص بسرعة. تقفل تفتح طبعا النور وتقفل المروحة وكل حاجة. اصحى بقى الساعة مثلا 7 ونص، تقول لي ما هي جت 7 ونص. ما عندهاش غير كلمة أيمن. أيوه. ده اسمي. ما أكيد هتقول لك يا أيمن، مش هتقول لك خويا حمار. ما هي ما بتقولش غيره. لك أيمن وشقيت شغالة. لا وتقريبا فوق 30 مرة بقى. أيمن 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 ما تفصلش. اعمل سايلنت. والله العظيم لو ما صحيتش مش هتفصل. قوم. طب مش قايم. ماشي. يا ابني أنت مش قلت لي امبارح بالليل قوم؟ والله العظيم ما قايم. محمود مش وراك مشوار؟ يلا يا حبيبي اصحى. مش صح يا ماما، مش هينفع. يا ابني أنت اللي قايل صحيني، أنا ما قلتش حاجة. يا ابني أنت مش قايل لي من بالليل امبارح؟ لا ما جبت سيرة الكلام ده. كوباية المية بقى تفوق الدنيا. قوم مشغل مروحه على واحد لو احنا في الشتاء، وتقوم شايل من على الغطا وفاتحه بقى البتاع ورشه بيروسول في وشي وميه وكل حاجه. الاول كوبايه ميه حلو، بس حط مكعبات ثلج عشان الجو ساقع. ماشي. ليه؟ ما انت غصب عنك هتقوم بقى بعدين. هتلاقي نفسك عملت كده مره واحده، انت فاهم؟ زي ما تكون نطيت في الميه وعملت كده مره واحده، فاهم؟ تلاقي نفسك قمت خلاص كده الموضوع. لا ما هي ما بتعرفش تصحيني، فبتجيب لابويا بقى شايلني زي ما انا كده، ارميني في اي حته كده، فانا بتفاجئ بقى ان انا مثلا في الاوضه في الصاله في المطبخ كده. لو الساعه عدت 7 ودقيقه يبقى خلاص بقت الساعه 8. 8 ودقيقتين يبقى خلاص احنا داخل 9. قوم يا ابني الساعه 9 خلاص، دي خلصت يعني. طالما ايه ما عندوش اللي هو مثلا قوم الساعه 8 وربع، قوم الساعه، لا لازم يقلقني، لازم يقومني مفزوع كده الاول، بعدين بقى ايه يبدا يتكلم معايا بقى احنا رايحين فين، احنا جايين منين كده. في اكيد شتايم في الكلام ده كله وسط الصحيح. ما بتشتمش الحمد لله. بتدل. بس على طول على طول. قوم بقى يا ابن الكلب يعني. في قوم شوف انت وراك ايه. وانا اصلا بيصحيني قبل الميعاد بساعتين ولا حاجه، ويقول لي فاضل 5 دقايق والمحاضره هتتبني والدنيا هتبوظ. بلاش تايم بالله. خلاص بلاش. طيب وريني بقى شكلك وانت صاحي من النوم، يعني انت اول ما تقوم من على السرير عينك مفتح كده اهوت، تبقى صاحي عامل ازاي؟ هتمثيل تمثيل بس. هو كده بفضل كده تقريبا لمده ساعه لحد ما فوق. كده حمد الوزير شارب ستروكس. كده حمد الوزير. لا شارب ستروكس بالظبط. لا بص للكاميرا. مش صح. ببقى من غير النضاره أكيد. فببقى مش شايف، فاكن النضاره بقى بفضل احسس كده كده لحد ما بمسك النضاره. بس ببدا يومي بقى. خلي الناس تتفرج على وش الجميل وهو بيصحى. وسيم اهو كده الساعه كام؟ الساعه مثلا 8 ونص. انا لسه بدري اقوم جاي نايم تاني. وجه رساله بقى للدكاتره، تمام؟ اللي بتعمل محاضراتها الساعه 8 الصبح، امسك بقى المايك وانت تتعامل معاهم. احب اقول لك بس يا ريت يعني محاضره 8 لو دقينا 8 ونص عادي، احنا بنصحى وطالع عين اهلنا والله العظيم. فالحمد لله احنا بنجي لكم اساسا. اول حاجه انت اكتر انسان زباله شفته في حياتي،
انا عمري ما صحيت في حياتي عشان حاجه، انت اللي جاي تصحيني عشان ورايا محاضره الساعه 8 الصبح. ما حصل معايا كده قبل كده. عمري ما حصل معايا كده قبل كده فعلا. ما ينفعش تصحينا بدري، انت زي ما انت مش هتصحى لي بدري انا مش هصحى لك بدري. يعني انت الدكتور ده يرضى اصحى لي بدري؟ مش هيرضى طبعا. فانا اصحى لك بدري اعمل ايه؟ بس وكلمه اخيره، احسن لك اصحى الساعه 12 الظهر براحتك، افطر اشرب حاجه وبقى تعالى الجامعه براحتك. حرام يعني، انت ليك ولاد وليك طلبه وفي ناس قرايبك وكده. لما تدين تدان. اه والله يعني، ولو شفته بره الجامعه وحياه ربنا ما هسيبه. بص يا حاج، اقسم بالله انا شايف في الصحاني ده في فايده لمصر انا اهو. بس من الاخر يعني. يلا نبدا. يلا يلا. مستعد؟ بريد. بس انت اصلا جاي صاحي يعني جاي نايم، فاحنا حلقتنا النهارده بعد اذن حضرتك عن الصحيان. حضرتك نايم دلوقتي ولا عدى لك كمان شويه؟ اه صاحي، لان واصل لنا الساعه 1. اه 1 الظهر، فاكيد صاحي من بدري يعني، صاحي الساعه 11 كده يعني. مالكش علاقه بالصحيان بدري خالص؟ لا ماليش دعوه بيهم. انت مش تبع الناس دي؟ في محاضرات الساعه 8 بس مش بصحى. انت ما بتحضرش؟ اشمعنى يعني؟ لا انا اصحى الساعه 8 عشان احضر محاضره. صح، ده اسمه كلام. لا انا على طول معادي مظبوطه. امانه؟ اه والله. ده اللي قدام الكاميرا تمام. تعال لف كده، اللي ورا الكاميرا ايه بقى؟ مظبوطه خالص. لف كده؟ لا كده ايه؟ تعال تعال ايوه، اطلع بوشك. انت خير؟ مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت كويس؟ زي الفل. دايما يا رب يكون يا رب. ممكن تطلع من الكادر؟ اطلع من؟ من الكادر. ايه الكادر ده؟ كده يعني. امشي كده يعني اروح؟ مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ اطلع برا الكادر برا. مش فاكرك يا واد. مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كان باخوك؟ الساعة 3 بالليل كان بيرن عليا. الو، معايا مكي؟ قول له اه يا مدحت انا معايا مكي. طب احنا ورانا ورانا ميد ترم لحد امتى؟ نفس الطريقه كده. قول له بص احنا ورانا لحد اخر الاسبوع يا مدحت، احنا مش ورانا بكره بس. انت بتعمل كده؟ اه الصراحه.